أعمال هذه الجلسة بالسؤال الآني الأول الموجه لقطاع الشباب والثقافة والتواصل حول استراتيجية الوزارة لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ببلادنا. وهذه فرصة نبارك السيد الوزير صعود فريق ديالو القسم الثاني البطولة الاحترافية ولو جاءت نوعا ما متأخرة، وأعطي الكلمة مباشرة للسيد للمستشار المحترم. تفضل تفضل السيد المستشار. تفضل السيد المستشار. السيد الوزير المحترم. تفضل السيد المستشار. تفضل الله يخليك. نسائلكم السيد الوزير المحترم حول الاستراتيجية التي تعتمدها وزارتكم لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ببلادنا، وشكرا. تفضل السيد المستشار. تفضل تفضل السيد رئيس. السيد رئيس المحترم، نسائلكم السيد الوزير المحترم حول الاستراتيجية التي تعتمدها وزارتكم لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية ببلادنا، وشكرا. شكرا سيد رئيس. تفضل. وشكرا على التهنئة. واجب. تفضل السيد الوزير. تفضل سالي الجواب وطلب النقطة. شكرا سيد المستشار على السؤال اللي عنده أهمية خاصة. تفضل يتفضل السيد الوزير. تفضل. خاصة أن كيف ما كتعرفوا صناعة الألعاب الإلكترونية داخلة في المفهوم ديال الصناعة الثقافية، واليوم الصناعة ديال الألعاب الإلكترونية كتمثل تقريبا 300 ما صعيب نشوف. ليس هناك ما يدعو لأخذ نقطة نظام، نحن احترمنا جدول الأعمال هذه الجلسة. فأعطي الكلمة للسيد الوزير. تفضل السيد الوزير. الله يخليك السيد الوزير. تفضل 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 السيد الوزير. السيد الوزير لا يحق لك أن تخاطبي السيد الوزير. السيد الوزير الكلام ديالك موجه لرئاسة المجلس. السيد الوزير الله يخليك. تفضل. ما عطيتكش الكلمة، ما عطيتكش الكلمة سي صبري، ما عطيتكش الكلمة سي صبري. الكلمة الكلمة الآن عند السيد الوزير. تفضل. تفضل السيد الوزير. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا. شكرا. هاي تفضل السيد الوزير. شكرا. سي راه صعيب. الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد. الله يخليك سيدة المستشارة، غادي تدفعيني أنني نطبق مقتضيات النظام الداخلي. الله يخليك سيدة المستشارة المحترمة. الله يخليك الله يخليك، غادي تدفعيني أنني نطبق مقتضيات القانون الداخلي. الكلمة لكم سيد الوزير. الله يخليك. ولو في الظروف تفضل السيد السيد تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. تفضل السيد الوزير. السيد الوزير. الله يخليكم الله يخليك. الله يخليك السي حنين. الله يخليك السيدة المستشارة. السيدة المستشارة المحترمة. السيدة المستشارة المحترمة، كاين ضوابط ديال أخذ الكلمة. هاد القاعة خصصت لطرح الأسئلة وللتكلم بكل حرية وبكل ديمقراطية، ولكن في إطار نظام
يخوله لك الدستور من خلال الأنظمة التي تؤطر العمل ديال البرلمان بصفة عامة ومجلس المستشارين بصفة خاصة في هذه الجلسة. لا يمكنك أخذ الكلمة بدون موجب حق. فأنت الآن بغيتي الكلمة، ما يمكنش نعطيك الكلمة لأن هذه كتدخلي في الحقوق ديال الآخرين. الله يخليك الآن، الله يخليك، أنا ما غاديش نفتح معاك. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. أنا تنقول لك السيدة المستشارة المحترمة، أنا أحترم جدول أعمال هذه الجلسة، أحترم جدول أعمال هذه الجلسة، وليس هناك ما يدعو لأخذ نقطة نظام. تفضل السيد الوزير لك الكلمة.